أهلا بالأستاذة رشا الشربيني، هي أحد قيادات التعليم وحاضرة في المحافظة التطوعية العالمية. فحضرتك تعقيب تفضلي. بعد كده تعقيب للدكتورة هبة صلاح الأستاذة جامعة عين شمس. أي حاجة أو تعقيب يبقى عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ أنا مش عارفة أشكركم في الفرصة ديت، حابة 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 شكرا لكم يا جماعه.